لعشاق المدينة العتيقة بصفة عامة، لعشاق المدن التونسية، للي يحب يروج للصورة صورة المدينة العربية التونسية، نقولوا له اليوم احنا متواجدين في قصر هلال، تابعونا ماكمش باش نكون اليوم في رحلة عبر الحكايات، عبر الوثائق وعبر التوثيق مع سي عفيف الكعلي، سي نزيه الكعلي. اليوم باش نعملوا دورة وباش نشوفوا النويو القلب النابض نتاع مدينة قصر هلال. خليكم معنا ونوعدكم بمتابعة شيقة. هكا ولا يا سيدي؟ ان شاء الله تابعونا نوريكم البلاد العتيقة في قصر هلال، نوريكم أول جامع تبنى في قصر هلال لتو مازال على الهيكل نتاعو هذاك هو، ونوريكم بعض حوم نتاع المدينة العتيقة. خليكم معايا مع سي نزيه، ماكمش باش تتمتعوا بالعكس. قصر توا بعيون الكاميرا قدام جامع القصر. جامع القصر هذا اللي هو اقدم جامع بني في مدينه قصر هلال، وهذا سيدي عبد السلام. زاويه سيدي عبد السلام ناس تقريبا نلقاوها في المناطق الكل. سيدي عبد السلام موجوده في المناطق الكل، وهذه اقدم زاويه نتاع سيدي عبد السلام في قصر هلال، فهمتني؟ عندها تلقى نتاع 200 250 عام اقل حاجه، وهذايا اقدم جامع في قصر هلال مازال حتى من الداخل كما هو، فهمتني؟ الهيكل نتاع الجامع والسقف نتاعه والزينه نتاعه من الداخل هذاك هو الجوامع الكل براسك. ما تراش عليها اي تغيير، معناتها اي ترميم ولا اي؟ شويه ترميم وشويه تحسينات. التحسينات ما مستلوش من شخصيته معناتها، الطابع المعماري نتاعه هذاك هو بالاخص من الداخل، فهمتني؟ تو بعد كانت ترجعوا تصوروا وندخلوا صوروا وشوفوا. هذه حومة القصر، هذه أصل وسط المدينة تتسمى، هذه وسط المدينة الأولى. هو علاش مسمينه قصر هلال؟ هو قصر هلال هذه فما شخص يوضع هلال من بني هلال، وهو اللي جات مركز في البلاصة هذه في الحومة هذه، وهو اللي أسس البلاد بشوية بشوية. بداوا بالجامعة هذا وبداوا بالحومة والأحوانت والحركية، فهمتي؟ وبداوا بالصناعة التقليدية من وقتها، فهمتي؟ وزاد جات الحرب متاع سبا في الأربعينيات، فهمتي؟ وقتها دخل الاستعمار كانوا يضربوا هاك الباراشوت يسيبوه ويهبطوه، فهمتي؟ هاك الباراشوت هكا ياخذوه ولاد البلاد ويحلوا الخيوط متاعو ونجوهم، وابتكروا النور العربي ولا وينجوا يعملوا في منسوجات ضرورات معناتها الانطلاق نتاع النسيج نتاع قصر هلال، فهمتني؟ وطورت بشويه بشويه ولات توا قصر هلال معناتها تم اللباس التقليدي اللي تنتج فيه، تنتج منتوج نتاع الجمهوريه التونسيه لكل ولايات الجمهوريه التونسيه، كل بلاد وطبعها وكل بلاد ونقشتها وزينتها، فهمتني؟ هذاك هو.